أي السلفية أنت؟ أي السلفية؟ سلفية المدخلية السعودية؟ أم سلفية المداخلة تعون رسلان في مصر؟ أم سلفية الليبية التي توالي حفتر اليوم؟ أم السلفية والله الجامية التي تفتي للطواغيت شمال ويمين وكذا؟ أم السلفية التي رأت بأن دخول الأمريكان على العراق جائز وأنهم ولاة أمور قالوا لا يجوز الخروج عليهم؟ هؤلاء هذا يعتبر بريمر، يعتبر ولي أمر متغلب يجب السمع والطاعة، كافر. تبوا شوفوا الغلو في مسألة ولي الأمر والطاعة. نعم قالوها، بل وصلنا من بعض أهل العراق أنهم كانوا يمشون في الطرقات أو في السيارات وعندهم مكبر صوت فيقولون للناس بعدم الخروج على الأمريكان ومجاهدة الأمريكان، هكذا على الميكروفون يدعو الناس أن يبقوا في المنازل والعياذ بالله. يا جماعة هذه سلفية مجرمة، هذه سلفية ضالة، هذه سلفية ليست على منهج أهل السنة والجماعة، إنما هي على منهج المنافقين ومسيلم الكذاب وأتباعه.